اليوم هلا عم نصور لفوياجور، اكيد مثل ما شايفين ورانا. فوياجور اكيد اول شيء براند صارت انترناشنال، موجودين وين ما كان بالعالم، صرنا بكل معارض العالم كان بيوروب او بالدول العربيه. عم نشتغل على الايمج فروم داي 1، وكنا كثير حريصين على الايمج لفوياجور وعلى المراه العربيه تعرف وقت تربط فوياجور انه عم تكون يونيك وعم تكون سبيشل. يعني بتعرف اليوم بيجوا اكثر شيء بيكون قريب من المراه. اللي بيميز فوياجور يمكن ديزاين طبعا فوياجور، يمكن الخبرة اللي عنا إياها بالديزاين، يمكن الطريقة بالشغل، يمكن طريقة كيف نوصل المسج. اللي بيميز فوياجور يمكن في كتير بجوكي، يعني في كتير عالم جولي ستورز قد ما بدك صاروا كل ما قالوا عم يكونوا أكتر. نحن بعتقد قدرنا نكون ديفرنت بطريقة انه نكون سبيشل ونكون يونيك. هاي شغلة أكيد بشهادة الجميع، يعني هيدا أكيد بتميزنا عن غيرنا. على طول نشتغل على هاي اند كواليتي، منضلنا منتبهين على اللون تبع الدايموندز، على الكواليتي والكلاريتي، منضلنا منتبهين على طريقه التركيب، على طريقه التصنيع بالشغل. ما يعني بدنا نجرب قد ما فينا نكون منتبهين على المواضيع حتى توصل للقطعه، يعني قطعه ما حدا في يقول عليها كلمه لو. في ديزاينز لليونج بيبل، في كرياتيفيتي جديده. مزبوط. نحن كمان بوجود مايا معنا حبينا نوصل مسج كثير مهمه، انه فوياجور بيقدر يخاطب المراه اللي بتلبس بتحب تلبس قطع رويال، وكمان بنحب نخاطب البنت اليونجستر اللي بتحب تلبس الترندي والفاشنبل. اليوم أنا نهار سعيد جداً لي. أول شيء عندي مايا الخلاقة والخلابة، وعندي صاحبي بشير، يعني فوياجور وبشير ومايا. هيدا ما فينا ما ننجح شوت، وهيدي مسؤولية كبيرة صارت علي، لأنه يعني بدنا نكون على النيفو تبع اول شيء مايا، وبدنا نكون على النيفو تبع الجولري اللي عم بيلمعوا تبع فوياجور. مبسوطة اليوم انه عم نعمل فوتوشوت لفوياجور، لانه يمكن وقتها تقرر تصور لديامان لازم تحضر صح وتعمل فكرة صح وتشتغل بعتقد مع البراند صح. يوم فوياجور من وقت ما بلش لليوم بعتقد تقدم بسرعة خارقة انا بالنسبة لإلي، وقطع كتير ناس موجودين لهم سنين 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 بالدومين. هيدا شيء انا بقولهم لهم يعني مبروك، بهنيهم عليه. اكيد في فريق عمل ورا هذا الموضوع، اكيد في راس مدبره، يعني دائما بتفكر وهيك دائما بتضحكني. على فكره بحبه كثير لبشير تركيز. اليوم بكره غير، اتس انذر داي.
ان شاء الله هيدا الشوت بيطلع حلو. بعتقد نجاح الفوتوشوت رح يكون يعني سببه يعني انا اللي عم صور للجمال الموجودين اللي بدهم يطلعوا. ابرازهم صعب كتير لانه كتير هين نجيب حدا انكوغنيتو يصور جمال ونخليهم يكونوا كتير حلوين، بس كتير صعب انه نجمع بين السعر اللي عم تصور والجمال. فهيدا كمان الرمارسيمان بيروح لروجين كارديل لانه هو اللي رح يقدر يجمعنا اثنيناتنا نلمع سوا. بتمنى النجاح لهيدا الشغل اللي عم نعمله، بكون نجاح مشترك ودبل افكت. في حدا عم بينقلنا على فكرة، بس انا وصغيرة كنت روح على المدرسة وما انقل. ما بوعدكم انه هذا رح يكون اخر تعاون بيناتنا، بس ما رح خبركم شو جاي. هيدا بس عم نودع هيدا السنة، وكل شيء جديد بنخبركم اياه بالدنيا كفر. فواياجور هو خلق بلبنان، بس فواياجور هلا صار وين ما كان.